مرحبا بك ضمن انفاس بريس في هذا الضيف. دائما نحاول ونتابع فعاليات تحضير المؤتمر الوطني للحزب الاتحاد الاشتراكي. انت عضو المكتب السياسي، ما الذي يقع قبيل تنظيم او انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي؟ ونحن على بعد ايام قليله على تاريخ انعقاد المؤتمر يوم 22 في الشهر الجاري. تسير الامور التحضيريه بشكل جيد جدا. اليوم هذه الاسابيع، يعني هذا الاسبوع، هو مخصص لمناقشه المقررات ديال المؤتمر، خاصه مشروع المقرر السياسي ومشروع المقرر التنظيمي، وكذلك ما بين 8 و 16 في نفس الشهر يكون انتخاب المؤتمر. الامور تجري بشكل عادي، بشكل لم يسبق انعاش الاتحاد الاشتراكي تحضيرا من هذا القبيل، باعتبار ان الامور، وربما تابعتم اشغال المجلس الوطني الاخير الذي صادق على المقررات، على مشاريع المقررات، رايتم بان المصادقه كانت شبه اجماع على المقرر السياسي وشبه اجماع على المقرر التنظيمي. وبالتالي ان الاتحاديات والاتحاديين المشتغلين يوميا داخل الاتحاد الاشتراكي يحضرون لمؤتمرهم بشكل موضوعي، بشكل جيد، وبشكل يروم تجديد المشروع السياسي للاتحاد الاشتراكي وتجديد المشروع التنظيمي للاتحاد الاشتراكي، بمعنى ان هذا مؤتمر تجديد ومؤتمر لبناء افق اخر للاتحاد الاشتراكي. صحيح هناك بعض الاخوان والاخوات داخل الحزب اللي للاسف ابتعدوا عن الحزب، وقاموا فيهم من قام بأشياء ضد الحزب. طبيعة الحال هذا عادي جدا في أي حزب حي، حزب فيه نقاش، فيه تداول. طبيعة الحال من حق أي واحد يناقش الاتحاد الاشتراكي، ليس فقط الاتحاديات والاتحاديين أو الاتحاديات والاتحاديين الذين غادروا الحزب واليوم يناقشوا الحزب، هذا شيء طبيعي. لكن ما هو مؤكد أن الحزب محصن ضد أي محاولة لإرباك المؤتمر. المؤتمر يسير على خطوات وثيقة، التحضير يسير بخطوات وثيقة نحو المؤتمر، والاختلاف طبيعي جدا ونحن نؤمن بالاختلاف، لكن الاختلاف داخل الضوابط التنظيمية وداخل أخلاقيات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ولكن الملاحظ هو أنه دائرة الغضب تتسع مع ورود عدد من أسماء المترشحة، وأحيانا يكون طعن في مدى صدقية هذه الترشيحات. أنت تكلمت عن المصطلح ديال الإرباك، اللي أي حد أنه فعلا كان هناك جهات تحاول إرباك تنظيم هذا المؤتمر. هو الأمر يقاس بمدى الامتداد الذي يملكه هؤلاء الأشخاص. هل يملكون امتدادا داخل قواعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أم لا يملكون امتدادا؟ من وضع قطيعة من الحزب منذ أكثر من 10 سنوات ويأتي اليوم ليفكر في مستقبل الاتحاد الاشتراكي، هذا غير منطقي وغير معقول. من لم يشتغل مع الاتحاديات والاتحاديين في الساحة، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية سواء الجماعية أو المهنية أو التشريعية أو الجهوية، ويأتي اليوم ليقول بأنه هو أيضا له الحق كباقي الآخرين الذين كدوا وعملوا واجتهدوا ليصل الحزب إلى، ليعاود الحزب الانطلاقة دياله في إطار النتائج الإيجابية، خاصة النتائج ديال الانتخابات التشريعية. يبتلي من لم يساهم في هذه المرحلة الصعبة، ليس له الحق في حق الأمر أن يبكي على وضع الاتحاد الاشتراكي وعلى مستقبل الاتحاد الاشتراكي. الخلاف مقبول داخل الإطارات، داخل إطار الحزب. هناك إخوان داخليين كينتقدوا، كيقولوا كلامهم، مرحبا بهم، ما كاين حتى مشكل. ولكن هناك قانون أساسي، هناك قانون داخلي يضع كل الضوابط الضرورية لتدبير المرحلة التحضيرية وتدبير المؤتمر. على الجميع أن يكون مستوفيا لهذه الشروط ليكون له الحق أن يكون جزءا من هذا التحضير ومن هذا المؤتمر. دائما في عشية المؤتمر يعني طرحت واحد النقطة، هي مسألة تمديد الولاية الثالثة. هل كان من الضروري طرحت النقطة هذه؟ هو للأسف من لا يعرف واقع تنظيم الاتحاد الاشتراكي
لا يمكن أن نفهم الولاية الثالثة. والولاية الثالثة غير للفهم، هي الولاية الثالثة لكل الأجهزة، من الفرع الكتابة الإقليمية، الكتابة الجهوية، الكتابة الأولى ديال الحزب. وبالتالي هذه الولاية تنطبق على كل هياكل ومؤسسات الحزب. يعني أمام وحدة ديال الولايات، وحدة الولاية كما كان في، كما هو مطروح حاليا في النظام الأساسي. ولعلمكم أنه هذا الأمر هذا مقترح ولا يحسم فيه إلا المؤتمر. يحسم فيه المؤتمر فتبارك الله، ما يحسم فيه المؤتمر سيبقى في ظل الوضع الحالي. وغير في هذه النقطة هذه، لأنه البعض كيتكلم على أنه حتى هذا المؤتمر ماشي من حقه ينظر في المسألة، ولكن في التنزيل ديال إلى المؤتمر المقبل. لا أبدا. زين، هذا الإشكال القانوني. لا ما كاينش إشكال. يعني المؤتمر سيد نفسه في اللحظة ذاتها. المؤتمر هو أعلى هيئة قرارية. نعم. ويقرر، عندما يقرر بمعنى يصبح قراره نافذا. إذا صدق المؤتمر يقول لك مرحبا، ما صدقش. ولكن نحن نقول بأن أجهزتنا تنظيمية سواء محليا أو إقليميا أو جهويا، في ظل هذه الجائحة عرفنا واحد الارتباك، وفي إطار إعادة الدينامية للحزب اللي قام بها الحزب بقيادة الأخ الكاتب الأول درس الشجار في هذه المرحلة ديال 10 سنوات، استطعنا اليوم أن نصل إلى حزب مؤسسات. ونريد أن هاد المؤسسات تسير بشكل عادي، ولكي تسير بشكل عادي يجب أن نفكر في مشروع تنظيمي آخر يعطي نفس جديد لاتحاد الشباب. نعم، ملي كنتكلموا على المؤتمر كاين مؤتمرين، البعض كيقول بأنه من الآن جرى نوع من التحكم وضبط المؤتمرين وفق واحد القاعدة معينة ديال عدد الأصوات المحصلة عليها في الانتخابات الأخيرة. يعني واش هناك سلامة لاختيار المؤتمرين؟ هناك آليتين لاختيار المؤتمرين. الآلية الأولى على قاعدة نتائج انتخابات تشريعية اليوم 8. هذه واش أول مرة تقوم هذا؟ أول مرة كتكون هذا، لا اعتمادا على نتائج 8 شتنبير. والشق الثاني وهو بناء على العضوية، يعني الانخراطات داخل الحزب تعطي واحد النسبة ديال المؤتمر. بمعنى إذا لم نعطي الاعتبار للمسألة الانتخابية لا يمكن أن نتقدم في تنظيماتنا. ما كانت الحزب من يحددها اليوم داخل المشهد السياسي وداخل المجتمع، هي ماذا تفوق في العملية الانتخابية وأي مكانة يحتل فيها اليوم في الجماعات ولا في مجلس النواب بطبيعة الحال. ولكن احنا اخترنا الانتخابات التشريعية لأن هي المحدد، هي الانتخابات التشريعية هي المؤسسة الكبرى التي تعطي الصورة الحقيقية للحزب. بمعنى اليوم الاتحاد الاشتراكي كان عنده 20 مقعد وأصبح عنده 34 مقعد، هذا تطور مهم. وهذا 34 مقعد شكون اللي جابها؟ جابوا هاد الناس اللي كيشتغلوا داخل الاتحاد الاشتراكي، يجب أن ننصفهم. ماشي في الانتخابات نقول له دمر وضرب تمارة وجيب المقاعد، وتجي للمؤتمر نقول له لا ما عندكش، ويجي واحد اللي عمره ما اشتغل وما عنده حتى صوت ويجي للمؤتمر. المسألة الانتخابية ولا ضرورية ولا محورية، لأن هي الطريق الوحيد أن يجد الحزب وضعيته داخل المشهد السياسي، وبالتالي نزاوج بين هذين الأمرين، بين نتائج الانتخابات وبين العضوية. نعم، سي فتحي شكرا جزيلا لك. شكرا على وجودك معنا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا.